تعد شجرة اللوز من أوائل الأشجار التي تم تدجينها في العصور القديمة، حيث تم اكتشاف أشجار اللوز المدجنة في إحدى مناطق الأردن، وتعود أصولها إلى الفترة ما بين 2000 إلى 3000 قبل الميلاد. ويعتبر اللوز من البذور مفردة النواة ذات النواة المنفردة، ولا ينتمي اللوز إلى فصيلة الجوزيات التي تتضمن الجوز والبندق. وقد سجلت العديد من الفوائد للوز على مر العصور، كما أن العلماء يوصون بتناول اللوز ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ أن اللوز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات، حيث تحتوي الحفنة الواحدة منه أي ما يقارب 30 غراما على ثمن الكمية التي يحتاجها الشخص من البروتين يوميا. وبالرغم من إمكانية تناول اللوز نيئا أو محمصا، إلا أن منتجاته تتوافر في الأسواق بعدة أشكال، حيث يمكن الحصول على حليب اللوز وزبدة اللوز وطحين اللوز كذلك، كما يمكن إضافته مقشرا أو مسحوقا إلى العديد من الوصفات للحصول على فوائد غذائية مميزة. وللوز فوائد متعددة يمكن أن نذكر من بينها ما يلي: إن اللوز يساعد في خسارة الوزن، فلا يستطيع جسم الإنسان هضم المكسرات بشكل كامل، حيث إنها تحتوي على بعض المواد التي يصعب هضمها. وهناك بعض الأدلة العلمية التي تؤكد على أن تناول المكسرات يمكن أن يعزز العمليات الأيضية في الجسم، حيث أشرت إحدى الدراسات إلى أن إضافة 84 غراما من اللوز إلى الحمية ذات السعرات الحرارية المنخفضة أدى إلى فقدان حوالي 62% من الوزن، مقارنة بالأفراد الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالكربوهيدرات. كما أن هناك العديد من الدراسات التي تدعم فعالية اللوز في خفض الوزن، حيث أجريت دراسة أخرى على 100 امرأة من اللواتي يعانين من زيادة في الوزن، وكانت نتائجها أن النساء اللواتي يتناولن الجوز يفقدن وزنا أكبر من اللواتي لم يتناولنه، بالإضافة إلى تحسن قياسات محيط الخصر. وبالرغم من فوائد اللوز في فقدان الوزن، إلا أنه قد يسبب مشاكل صحية إذا ما تناوله بشكل عشوائي أو بكميات كبيرة. كما أن اللوز يساعد في الشعور بالشبع، يحتوي اللوز على كمية قليلة من الكربوهيدرات وكمية أكبر من البروتينات والألياف، وكما أكدت عدة دراسات على وجود تأثير مضاد للجوع لدى اللوز والمكسرات بشكل عام، حيث يعمل اللوز على الشعور بالشبع، مما يجعل الأشخاص يستهلكون كميات أقل من السعرات الحرارية خلال اليوم. وقد أظهرت دراسة تم إجراؤها على 137 شخصا ولمدة 4 أسابيع أن تناول 43 غراما من اللوز يوميا يقلل بشكل واضح من الشعور بالجوع والشعور بالرغبة في تناول المزيد من الطعام. هذا ومن فوائد اللوز أيضا التقليل من مستويات الكوليسترول، حيث يساعد اللوز في التقليل من قراءات الكوليسترول في الدم، إذ أن تناول حفنة أو حفنتين من اللوز خلال اليوم يخفف من مستويات الكوليسترول السيء أو منخفض الكثافة، والذي يعد أحد العوامل المرتبطة بخطر حدوث الأمراض القلبية. حيث أظهرت دراسة تم إجراؤها على 65 شخصا في مرحلة ما قبل السكر لمدة 16 أسبوعا أن نسبة اللوز إذا شكلت 20% من النظام الغذائي لكل شخص، فإن مستويات الكوليسترول السيء تقل بمعدل 12.4 ميليغرام. كما وجدت دراسة أخرى أن استهلاك 42 غراما من اللوز يوميا يقلل من مستويات الكوليسترول السيء بمعدل 5.3 ميليغرام ديسيلتر في الديسيلتر. كما أن من فوائد اللوز أنه يساعد على ضبط مستويات ضغط الدم،
فيساهم تناول الأغذية الغنية بالمغنيسيوم كاللوز في خفض ضغط الدم، حيث يعتبر ارتفاع ضغط الدم من العوامل الرئيسية المسببة لحدوث السكتات الدماغية والجلطات القلبية وأمراض الفشل الكلوي، حيث أشارت الدراسات إلى ارتباط نقص المغنيسيوم بمشاكل ضغط الدم، بغض النظر عن وجود مشكلة زيادة الوزن، كما أن علاج نقص المغنيسيوم أدى إلى خفض مستويات ضغط الدم بشكل واضح، كما أكدت على ذلك عدة دراسات أخرى. كما أن اللوز يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، حيث يساهم اللوز في الوقاية من حدوث مرض السكري من النوع الثاني، كما يتمتع بعدة فوائد صحية لمرض السكري، إذ أشارت الأبحاث إلى أن تناول اللوز يقلل من ارتفاع مستوى الجلوكوز والأنسولين في الدم بعد تناول الوجبات. وفي دراسة تم نشرها عام 2011، وجد الباحثون أن استهلاك ما يقارب 60 جراما من اللوز يؤدي إلى خفض مستويات السكر الصيامي والأنسولين، وذلك بعد أن خفض المشاركون في هذه الدراسة من السعرات الحرارية خلال اليوم ليتمكنوا من إضافة اللوز، بحيث لا يتم استهلاك أي سعرات حرارية إضافية. وكذلك وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن تناول اللوز قد يساعد على زيادة حساسية الأنسولين لدى الأشخاص في مرحلة ما قبل مرض السكري. كما أن اللوز يساعد في حماية القلب، فبالرغم من أن الدراسات الشاملة للوز لم تظهر أدلة حاسمة على وجود تأثير للوز في حماية القلب، إلا أن إحدى الدراسات التي تم نشرها عام 2014 وجدت تأثيرا واضحا للوز على صحة القلب، حيث أظهرت الدراسة ازدياد كمية مضادات الأكسدة في الدم وانخفاض ضغط الدم أيضا، وتحسن في تدفق الدم في الأوردة نتيجة لزيادة استهلاك اللوز. كما وجد أن المكسرات بشكل عام مفيدة لصحة القلب، حيث إنها تعمل على تحسين مستويات الدهون في الدم. أما عن القيمة الغذائية للوز فيمكن أن نجملها في ميل، إن اللوز يحتوي على العناصر التالية: الطاقة، الماء، البروتين، الدهون، السكر، الكربوهيدرات، الألياف، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، فيتامين جي، الثيامين، النياسين، فيتامين دي، فيتامين كي، الكافيين، فيتامين اي، فيتامين ا، الفولات الى اخره. ويعتبر اللوز من اهم المكسرات والفواكه التي لها أهمية كبيرة في التأثير الإيجابي على صحة الجنين والحامل، حيث إن مميزات اللوز لا تنحصر في طعمه الطيب، بل فيه عناصر غذائية مهمة كالنحاس والنياسين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم وغيره من العناصر المهمة لصحة الإنسان. كما يحتوي أيضا اللوز على العديد من الأحماض الدهنية، والتي من أهمها حمض الفوليك وحمض الأوميغا وحمض الأوميغا 9، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الألياف الغذائية التي توجد في اللوز. ونظرا للأهمية الكبيرة التي يقدمها اللوز للإنسان، سنقدم فيما يلي فوائد اللوز على صحة الحامل وصحة الجنين. تتنوع فوائد التي يقدمها اللوز لصحة الحامل والجنين، ومن أهم تلك الفوائد نذكر بعضها فقط: بناء كتلة العظام لدى الجنين، وذلك لما يحتوي اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور. بناء أسنان الجنين بالشكل الصحي والسليم، وذلك في مرحلة ما بعد الولادة، ويرجع السبب في ذلك إلى النسبة الكبيرة من الكالسيوم الموجودة في اللوزيات. حماية الأم من مخاطر الإصابة بحالات التسمم الغذائي. حماية الأم الحامل من الإصابة بأمراض القلب وحالات الانخفاض في ضغط الدم. كما يعمل اللوز أيضا على منع تراكم وترسب الدهون في الشرايين. كما يؤدي تناول اللوز بشكل مستمر إلى تحفيز ونمو دماغ الجنين والجهاز العصبي لديه بالشكل الصحيح والسليم. ومن المعروف أيضا أن الأم الحامل قد تواجه حالات من الإمساك أثناء فترة الحمل، لذا فإن تناول اللوزيات يساعد على التخفيف من شدة الإمساك لديها،
وذلك الاحتواء اللوزيات على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، والتي تعتبر عاملا رئيسيا في تسهيل عملية الهضم. وقد تصاب الأم الحامل أيضا بحالات من الأرق في فترة الحمل، لذلك فإن اللوز يساعد على النوم بأريحية. كما يساعد اللوز على نمو العضلات لدى الجنين بشكل صحي وسليم، ويساهم أيضا في التقليل من الإصابة بأمراض السكري، إذ يعمل اللوز على خفض نسبة السكر والأنسولين في الدم.